أهلا بكم. بعد إصابتها بكوفيد، الفنانة فاتن اليوسفي تكتب رسالة تحذير من الإصابة بهذا المرض الخطير، وأيضا تنبه إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية الواقية منه. وفي مقدمتها طبعا وضع الكمامات والتباعد وغسل الأيدي دون إهمال للتطعيم، والذي يلعب دورا محوريا في العملية كلها. للإشارة، فاتن اليوسفي خريجة برنامج للمواهب، عرضته القناة الثانية في عيدها 15، وشاركت حينها في البرنامج عن فئة الكوميديا، ثم عملت لسنوات ككوميدية وممثلة قبل أن تتجه لمجال كتابة السيناريو الذي أبدعت فيه، لتصبح واحدة من الأسماء التي وضعت بصمتها في هذا المجال بعد توفقها في نسج خيوط أنجح وأشهر الأعمال الدرامية مؤخرا، والتي حققت شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، بداية من مسلسل حميمو، ثم نعم لالا، وردات الوالدين بجزئيه، ومرورا بأصحاب البار، ورأس المحين، ومرضي ميمتو، ومرحبا بصحابي، ودير البوز، ووصولا إلى رجل المرأة، والبركة في راسك، وأسرار النساء. والجدير بالذكر كذلك أن فاتن اليوسفي كتبت سيناريو مسلسل ماشي سهل الذي بث على قناة أطروة الجزائرية، الأمر الذي أهلها لخوض تجربة أخرى على نفس القناة، عبارة عن عمل مغاربي من إنتاج تونسي جزائري، من المزمع عرضه في رمضان 22، كما أبدعت في كتابة أول مسلسل مشترك بين مصر والمغرب من إنتاج دوزيم، وهو مسلسل كايرو بلانكا. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.